حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرزق إلى بيت فيه السخاء، يعني البيت الذي به كرم، أسرع من الشفرة يعني السكين إلى سنام البعير. يعني الرزق يأتي إلى البيت الذي به السخاء أسرع من السكين إلى سنام البعير. هذا عند ابن عساكر لكنه حديث ضعيف من حديث أبي سعيد.